Ballard Radio Station. News and infos from all over the planet, delivered by Danielle Kozer. اختارت صحيفة إنسايد ذا فاتيكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بين أهم 10 أشخاص بالعام 2012 ووصفته بأنه أحد أبرز قادة الجامعات المسيحية الشرق أوسطية. News and Infos. أحبطت اليوم محاولة فرار كبيرة من سجن رومية بعد ما تم العثور على 4 حبال لتسهيل عملية هروب واسعة للمساجين. انتحرت امرأة تدعى روني نادر بمنطقة العقبة بزغرتا بعد ما رمت بنفسها عن سطح المبنى يلي ساكنته. News and infos from all over the planet. أصدر رئيس جمهورية غامبيا بغرب أفريقيا مرسوم بنص على جعل أسبوع العمل 4 أيام بالنسبة للقطاع العام، مع جعل يوم الجمعة يوم راحة لإتاحة وقت أطول لسكان البلد للصلاة والزراعة. ورح يبدأ العمل بالنظام الجديد من أول شباط المقبل، ورح تكون أوقات العمل الجديدة من الاثنين للخميس من 8 الصباح للستة المساء. أطلق أحد المقاهي الإيطالية حملة مثيرة للاهتمام، حيث قرر تقديم تخفيضات خاصة للزبائن يلي بيستخدموا عبارات مهذبة ولطيفة لدى قيامهم بطلب المشروبات أو دفع الفاتورة. وبيقدم المقهى مشروب القهوة مقابل 3 يورو عادة، إلا أنه قرر يقدم القهوة مقابل 2 يورو للزبائن يلي بيطلبوا المشروب باستخدام عبارة من فضلك، كما بيبلغ سعر القهوة يورو 1 للي بيطلب القهوة بلطف وبعد ما يلقي تحية الصباح كمان. And infos from all over the planet. بيقدر العشاء أنهم يمضوا عيد حب بطريقة مميزة هالسنة، فقد قرر المسؤولون بسجن سابق بكاليفورنيا أنهم يعرضوا جولات خاصة بأنحاء السجن بيخبروا فيها عن أجمل قصص الحب يلي دارت بأرجائه. ورح يقوموا بجولات رومانسية من 14 شباط حتى 17 بتركز على قصص الحب يلي عرفها تاريخ السجن تحت عنوان أقاصيص حب من تاريخ السجن. من استوديوهات البلد مننتقل لجريدة البلد. مساء الخير وأهلا بكم في هذا الموجز. اللجنة الفرعية تستكمل بحث قانون الانتخاب وتناقش النظام المختلط. ميقاتي يشارك في القمة الاقتصادية في الرياض، وسليمان يحث على إنجاز قانون الانتخاب. ملف المخطوفين مجددا في عهدة اللواء إبراهيم في قطر. الزواج المدني إلى الواجهة والكرة في ملعب شربل. وفي خاص البلد، الدمج بين النظامين الأكثري والنسبي إلى الواجهة، المستقلون أول المستفيدين والوقت أول التحديات. وأيضا حين ينتفض الفقر بغصة الموت، هكذا بدأت قصتي. وكذلك في التحقيقات، موسم الحسومات أسواق بطلها التناقض. وأخيرا إطلاق مرصد الأشخاص المعوقين. وفي البلد الاقتصادية، افتتاح الدورة 7 للجنة تنسيق الدستور الغذائي في الشرق الأدنى. وإلى الثقافة والفنون، فيرساتشي تفتتح أسبوع الموضة في باريس. انطلاق تحضيرات مهرجان دبي السينمائي الدولي. دوليا، إسرائيل تنتخب وسط ترجيحات بفوز اليمين بنتيجة كاسحة. وأيضا محاكمة المتهمين باغتصاب طالبة هندية. أما لعشاق الرياضة وتحديدا كرة القدم الدولية، فدافيد فيا يبلغ مسؤولي برشلونة نيته ترك الفريق في الانتقالات الشتوية. قدمنا لكم أبرز عناوين صحيفة البلد ليوم غد. لمزيد من التفاصيل والأخبار تصفحوا هذا العدد. إلى الملتقى في موجز جديد في التوقيت نفسه. إلى حينها مني أنا الياس قطار، أطيب الأماني بأمسية هادئة. دمتم بأمان. إليك دانيال. شكرا لك الياس. من عندك ننتقل لعند زميل موريس متى حتى نعرف منه آخر الأخبار الاقتصادية. شكرا دانيال. وبداية جولتنا على الأسواق العالمية، من بورصة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على بعض الإيجابية بدعم من أسهم البنوك ومن أسهم سوليدير آ، ولكن كان حد بعض الشيء من المكاسب تراجع أسهم سوليدير بي، وأنهت الأسهم الجلسة قرب مستويات 13 دولار تقريبا. إلى المعادن، حيث وصل الذهب قرب مستويات 1688 دولار و40 سنت، وكان الذهب لدعم من توقعات بإقرار المركز الياباني مزيد من التيسير النقدي بعد اجتماعه اللي بدأه اليوم واللي بيستمر ليوم غد الثلاثاء. طبعا مزيد من التيسير يعني مزيد من السيولة بالسوق، وبالتالي خطر تضخم يرتفع، والمعدن الأصفر هو ما ليزا المستثمرين بوجه التضخم للتحوط منه. أما مستوى الفضة فهي قرب مستويات
$36.96. إلى أسواق النفط، حيث النفط بشكل عام مستقر بظل من جهة ضغوط من توقعات بفائض بالامتداد بالأسواق العالمية، ومن جهة أخرى الدعم من الإيجابية حول الملف الأمريكي وتحديدا بما يخص ملف الميزانية بعد إعلان الجمهوريين استعدادهم للقبول برفع استثنائي لسقف الدين لمدة 3 أشهر. برنت الأوروبي عند $111.10 WTI الأمريكي عند $95. إلى جولة على بيئة العملات، حيث اليورو قرب مستويات 1.3308 وعم بيلاقي دعم من الإيجابية حول الوضع الاقتصادي الأمريكي والأوروبي بشكل عام. الين الياباني قرب مستويات 89.69، وهو تحت ضغوط من إمكانية إعلان المركزي الياباني عن مزيد من التحفيز النقدي. الفرنك السويسري 0.93.30، الجنيه الاسترليني 1.5861، والليرة اللبنانية مستقرة عند 1500 ليرة لكل دولار. هذه كانت جولتنا السريعة على الأسواق العالمية، منعود لك دانيال. شكرا موريس. منختم نشرتنا مع حال الطقس لبكرة الثلاثة، رح يكون قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبتنخفض ابتداء من بعد الظهر، حيث بيتحول الطقس لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط أمطار محلية خفيفة بفترة المساء. درجات الحرارة لبكرة الثلاثة على الساحل بتتراوح بين 13 و23، فوق الجبال بين 7 و15، أما بالبقع من 6 ل 22 درجة. انتهت نشرتنا، نلتقى بكرة إذا الله بيريد. Roundup of the day prepared and voiced by Danielle Koza. Unballad Radio Station.